متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. بعد تحول كرة القدم إلى واحدة من أهم الفرص الاستثمارية في العالم، أصبح الضوء مسلطا بشكل كبير على ملاك الأندية الذين باتوا يتحكمون بدرجة كبيرة في هذا السوق النشط من خلال استثمار ثرواتهم المقدرة بالمليارات بهدف الحصول على مكسب مباشر أو غير مباشر. وبهذا الصدد قرر فريق ميد سبورت البحث في الموضوع لتحديد الأكثر ثراء بين ملاك هذه الأندية، وشهدت قائمة العشر الأوائل تواجد اسمين عربيين. لذا استعدوا لكي تتعرفوا معنا على قائمة أغنى عشرة ملاك أندية كرة القدم في العالم، استنادا إلى تقارير متنوعة من مواقع معروفة، آخرها تقرير لصحيفة ذا سان البريطانية. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. أيا واتس، ريفا دانا برابها، وروبرت جرافت، 6 مليار دولار. يتشارك المركز العاشر لهذه القائمة كل من مالك نادي ليستر سيتي ومالك نادي نيو إنجلاند ريفوليوشن الأمريكي. فالأول وهو سيرفا دانا برابها، رجل أعمال تايلاندي والرئيس التنفيذي لشركة كينغ باور التجارية البارزة، وهو أيضا مالك ليستر سيتي، وكان قد تولى إدارة الشركة بعد الوفاة المأساوية لوالده فيشاي في حادث تحطم مروحية عام 2018. أما الثاني فهو روبرت كرافت، وهو رجل أعمال أمريكي وصاحب مجموعة كرافت الاستثمارية، كما يمتلك أسهم نادي نيو إنجلاند ريفوليوشن الأمريكي ونادي نيو إنجلاند باتريوتس لكرة القدم الأمريكية، وكان قد حاول شراء أسهم ليفربول في منتصف العقد الأول من القرن الحالي قبل أن يفشل في ذلك، لكنه ما زال يرى أن الدوري الإنجليزي يمثل فرصة استثمارية جذابة. تشانغ جين دونغ، 7 مليار دولار فاصلة 6. مالك نادي إنتر ميلان هو رجل أعمال صيني يمتلك مجموعة سوني نيغ الصينية الشهيرة، والتي تعد إحدى الشركات العملاقة في قطاع التجزئة للإلكترونيات. وضمن بعض الاستثمارات التي خططت المجموعة لتنفيذها خارج الصين، نجح جين دونغ عام 2016 في الحصول على 68% من أسهم إنتر ميلان مقابل 270 مليون يورو. وفي أكتوبر 2018 قام بتعيين نجده سيت فين تشانغ صاحب 29 عام رئيسا للنادي. يذكر أن مجموعة سوني نينغ الصينية تستحوذ أيضا على أسهم نادي جيانغ سو سوني نينغ الذي ينافس في الدوري الصيني. ناصر الخليفي، 8 مليار دولار. رئيس باريس سان جيرمان هو رجل أعمال قطري تمكن خلال العشر سنوات الأخيرة من أن يصبح رقما صعبا في عالم المال والأعمال. وكان الخليفي قد تخرج من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وكان لاعبا سابقا في كرة المضرب. وفي بداية حياته المهنية عمل مديرا للحقوق التلفزيونية والتسويق في قناة الجزيرة الرياضية، ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بي ان الإعلامية ورئيسا للاتحاد القطري للتنس، إضافة إلى رئاسة مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي التي تندرج تحت صندوق الثروة السيادية القطري، وهي المؤسسة التي حصلت على ملكية باريس سان جيرمان عام 2011 بعد شرائها ل 70% من أسهم النادي. وتولى ناصر الخليفي إدارة النادي، وبعد عام واحد اشترت المؤسسة ذاتها باقي الأسهم ليصبح سان جيرمان مملوكا لها بشكل كامل. وعلى الرغم من أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان استطاع إخفاء القيمة الحقيقية لثروته بعيدا عن أعين المتطفلين، إلا أن تقارير تقدرها بثمانية مليار دولار. الخليفي ومن خلال التنس تعرف على الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ورئيس صندوق الثروة السيادية في البلاد، حيث كان الاثنان صديقين حميمين منذ 30 عاما، وقد انعكست الثقة فيما بينهما في المناصب التي حصل عليها وشغلها في السنوات الأخيرة. ستان كرونكي، 8 مليار دولار فاصلة 7. مؤسس شركة كرونكي الأمريكية للعقارات وشركة كي اس اي للترفيه والرياضة هو مالك نادي أرسنال، إذ استطاع كرونكي في عام 2007 الاستحواذ على حصة صغيرة في النادي اللندني قبل أن يرفع تدريجيا من النسبة التي يملكها في السنوات التالية، حيث استطاع الحصول على حصة النادي بالكامل. الجدير بالذكر أن كرونكي صاحب 73 عام مشهور بهوسه في الاستثمارات الرياضية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو يمتلك نسبة 40% من نادي سانت لويس رامز الذي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم الأمريكية،
ويملك نادي كولورادو رابيدز في الدوري الأمريكي لكرة القدم ونادي دينيفر ناجتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بالإضافة لنادي كولورادو أفالانتش في الدوري الأمريكي للهوكي على الجلي. فيليب أنشوتس 10 مليار دولار. مالك نادي لويس أنجلوس جالاكسي الأمريكي منذ تأسيسه عام 1994، وخلال فترة وجوده مع النادي استطاع تحقيق العديد من النجاحات الإدارية والاقتصادية، كما استقطب العديد من النجوم كبيكهام وجيرارد وإبراهيموفيتش، وحاليا يصنف ضمن أثرى رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. فبخلاف ملكيته لنادي لوس أنجلوس، فهو يدير العديد من الشركات التي تعمل في مجالات متنوعة بما في ذلك الطاقة والسكك الحديدية والعقارات والترفيه. فيليب صاحب 81 عام يملك أيضا عدة أسهم في أندية رياضية أخرى بعيدا عن كرة القدم كنادي لوس أنجلوس كينجز الأمريكي لهوكي الجلي. رومان أبراموفيتش 12 مليار دولار فاصل 4. مالك نادي تشيلسي منذ عام 2003 هو ملياردير روسي بدأ مسيرته في عالم الأعمال بشركة لصنع الدمى وأخرى لبيع إطارات السيارات، لكنه استطاع تكوين ثروته الطائلة بعد ذلك خلال فترة إعادة الهيكلة الاقتصادية في تسعينيات القرن العشرين عبر سلسلة من الصفقات الاستثمارية التي أثارت الكثير من الجدل حولها، ويعتبر حاليا من أكبر رجال الأعمال المتخصصين بمجال النفط والألومنيوم والصلب في روسيا، ويمتلك أيضا شركة ميل هاوس كابيتال للاستثمار وشركات تجارية أخرى، كما قام باستثمارات ضخمة في نادي تشيلسي منذ أن قام بشرائه تقترب أو قد تتخطى المليار جنيه استرليني. ديتمار هوب 13 مليار دولار. قد لا يكون نادي هوفنهايم ضمن أندية النخبة بأوروبا أو حتى في ألمانيا، لكن مالكه ديتمار هوب هو ملياردير ألماني ورجل أعمال ناجح للغاية في مجال البرمجيات، حيث ساعد في تأسيس شركة ساب اس اي ثالث أكبر شركة برمجيات في العالم. كما يعد هوب ثامن أغنى شخص في ألمانيا. صاحب 80 عام قام بشراء نادي هوفنهايم عام 2000 وساهم في صعوده من الدرجات الدنيا تدريجيا حتى وصل إلى البوندسليغا عام 2008، لكنه لم يسلم من الشعارات المناهضة له من قبل بعض الجماهير الألمانية التي تعتقد أنه اشترى النجاح في كرة القدم. أندريا أنييلي 13 مليار دولار ونصف المليار. رجل أعمال ومقاول إيطالي ينتمي إلى أسرة أنييلي المالكة لنادي يوفنتوس منذ عام 1923، والتي تستحوذ أيضا على مجموعة فيات لصناعة السيارات، كما يحمل عضوية مجلس إدارة شركة إكسور التابعة لذات العائلة. ومنذ عام 2010 أصبح رئيسا للسيدة العجوز كرابع شخصية من عائلة أنييلي تتولى رئاسة النادي الإيطالي، وقد أشرف أندريا منذ تواجده في مقعد الرئيس على إنجازات متعددة أهمها بناء استاد جديد وإنعاش النادي من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى وضع خطط استثمارية كبيرة تضخ أموالا طائلة في خزينة يوفنتوس عن طريق إطلاقه مشروعا ضخما تحت اسم جي فيليج يشمل كافة المؤسسات والمرافق الخدمية. ديتريش ماتشيتس 19 مليار دولار فاصل 4. هو رجل أعمال نمساوي من أصول كرواتية يستحوذ على ملكية 4 أندية، وهم نيويورك ريد بولز الأمريكي ولايبزيك الألماني وريد بول سالزبورغ النمساوي، بالإضافة إلى ريد بول برازيل البرازيلي. ولعل أكثر ما يشتهر به في المجال التجاري هو مشاركته في تأسيس شركة ريد بول المنتجة لمشروب الطاقة الشهير ريد بول، حيث يملك 49% من أسهم هذه الشركة، كما لديه بعض الاستثمارات في رياضات أخرى بعيدا عن كرة القدم مثل الهوكي، إذ يملك ماتشيز صاحب 76 عاما حصة نادي ريد بول ميونخ للهوكي بالكامل. منصور بن زايد 20 مليار دولار. صدارة القائمة كانت من نصيب أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالإمارات، والذي يشغل عددا من المناصب السياسية أبرزها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار البترولية الدولية إيبك. بن زايد قرر عام 2008 دخول عالم الاستثمار الرياضي عن طريق شراء نسبة 90% من أسهم مانشستر سيتي بقيمة بلغت 200 مليون جنيه استرليني، ليكمل شراء 10% الباقية في العام الذي يليه.
قبل أن يقرر بعد ذلك بيع حصة 14% من أسهم النادي الإنجليزي لتتضاءل حصته إلى 86%، لكنه منذ سيطرته على ملكية سكاي بلو لم يتوانى في ضخ أموال طائلة لجلب أفضل اللاعبين والمدربين، واستطاع أن يحقق قفزة نوعية للنادي وضعته في مصاف كبار أندية القارة العجوز. ومن خلال مجموعة سيتي جروب استطاع منصور بن زايد أن يضيف أندية أخرى من بلدان مختلفة حول العالم، من أبرزها نيويورك سيتي الأمريكي. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.